هاي القطعة، خلينا نعطيكم قطعة حتى يعني تهدئ الموقف على أساس. يعني تمام. حسيت اكو شوية ارتجال بالموضوع، هل فعلا كان اكو إضافات من عندكم لو التزمتوا بالنص 100%؟ هو هذا الموضوع، القطعة وكذا، هاي التفصيلة نقدر نقول عليها أيام التسعينات النظيفة، من كان ولو أنا ممصد شم، يعني حتى اي لغة الشارع نقول عليها، أو وين اكو شاب يمكن ممصد شم بحلوة الفرح. محمد؟ يعني وين اكو شاب ممصد شم؟ لا يعني والله أنا أتذكر لحد هذه اللحظة كاني تمام متوسط، كنت بالعطلة ناجح للثالث متوسط، قبل ما تمام أدخل معهد طبعا. اي إجتني رسالة أيام المراهقة، من قريتها خايف داريت أضمها اي يوم صديقي حتى ما أدخلها للبيت اي والوالد يشوفها، نحكيها تمام بصراحة. صح. بس أنا ما أقول لك أني نبي أو ملاك، بس كانت محترماتي لسه هذا الجيل، كانت عندنا نعم فد حشمة، كانت عندنا فد صح. الثقة، أهلنا اللي طونا إياها وربونا ما كانت من على أنفاسنا، بس أنت ضميرك اللي يظل يحاسبك. هاي هم يعني هواية ناس يعني انتقدت هذا الموضوع، بس أوف هو خطيه تلاقيني هو يعني هواية لهش تفكير. لهالشكل، يعني شو يسوي يعني، مو زين تعلم وحكي، بس هم يعني كانت اضافه تغيير يعني بالنهايه. على 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 فكرة مهند أبو خمرة، وإن شاء الله يسمعني ويشوف كذا، اي مجنون، يغامر حلو. يغامر. انا هذا عن مهند نفسي تابعت اسمه. المسلسل كله من اول حلقه لاخر حلقه، تمام. حسيته مميز. بس هو تحصيل حاصل برسمنا ناهيك عن شغل الممثلين اللي متواجدين، كنعوف الممثلين الرئيسيين اللي كانوا من ضمن الديكور، خلينا نحكيها بصوره عامه ككاركترات، بس الممثلين اللي لعبوها صح، لانه نعم حفتنا شغلنا طلع بغداد بهذا الجماليه. طيب اي خلينا عمل نشوف. انت عملت بيه سابقا او هسه ما شفناه هيك. طيب خلينا نستغل الوقت ونشوف فيديو آخر، أعتقد من مسلسل سامكو.